بأي مكان، بس التادي هتلاقي الكون مليان، انت الامل وانت الكيان. فين هتروح لو اخر الدنيا وراك نفديك بالروح، عشقك في قلبي داوي اي جروح.
مساء الخير على حضراتكم جميعا، مساء الخير على جماهير الاهلي العظيمه في كل مكان. سعداء بتواجدنا مع حضراتكم الليله في هذا الحدث العظيم وبدايه احتفاليه استاد الاهلي. وي مساء الخير يا كريم. مساء النور عليك يا نهاوند، ومساء الخير على كل حضراتكم السيدات والساده الحضور، مشاهدينا في كل مكان في العالم عبر شاشه قناه الاهلي. اهلا بكم جميعا في بدايه احتفاليه تاريخيه بالمعنى الحرفي، واكيد هنعرف حضراتكم على كل تفاصيل هذه الاحتفاليه. سعداء جدا ومتشرفين جدا بوجود النهارده مع كل حضراتكم. اسمحوا لنا ان البدايه تكون مع السلام الوطني لجمهوريه مصر العربيه. بداية حلم الأهلي واستاد الأهلي والسلام، حدث مهم جدا. بس قبل ما نتكلم في تفاصيل كتير، قلنا أمام حدث تاريخي، زي ما كنا بنقول لازم نسمع رجل تاريخي، كاتب من كتاب التاريخ، اسم ارتبط بالفراعنة وبالاكتشافات. هيقول لنا اكتشافه النهاردة، بس الاكتشاف النهاردة من نوع مختلف، في صحبة التاريخ مع الدكتور زاهي حواس. بسم الله الرحمن الرحيم. الأول حقيقة أنا بشكر معالي الوزير الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب إنه شرفنا النهاردة وشارك كل الأهلوية في كل مكان بالاحتفال العظيم باستاد الأهلي. وأشكر الكابتن محمود الخطيب وكل أعضاء مجلس الإدارة إنهم دايما بيضيفوا حاجة جميلة بتفرحنا إحنا كأهلوية. أنا النهاردة جيت بلبس الاكتشافات اللي انا بعملها، لكن نسيت البرنيطة. قلت ما تنفعش البرنيطة تبقى موجودة في الشتاء في الدنيا ضلمة. لكن انا ليه جيت بلبس الاكتشافات؟ لان الحقيقة الواحد بيكتشف حاجات جميلة في العالم الفراعنة بتهز الدنيا كلها. لكن النهاردة الحقيقة انا بكتشف حاجة جميلة، حاجة بتسعدنا كلنا، استاد الاهلي لاول مره بالجمال اللي انا شفته بالتكنولوجيا العظيمه دي كلها بتسعد مش الاهلاويه بس، لا كل المصريين، ان يبقى في عندنا استاد بهذه العظمه اللي بيوازي اي استاد انا شفته في اوروبا وامريكا. حقيقه في حاجتين انا دايما بيفرحوني وبيسعدوني، الحاجه الاولانيه ان انا مصري، والحاجه الثانيه ان انا اهلاوي. يعني الحقيقة أنا بقلبي مع الأهلي. ليه؟ الأهلي نادي المبادئ، نادي الأخلاق، نادي الوطنية، فيه كل الحاجات الجميلة اللي تخلي الواحد يبقى سعيد. أنا طول عمري كنت بشجع الكورة وطول عمري معجب بالكابتن محمود الخطيب، لكن أنا ما اعتقدش إن فيه ماتش في حياتي للأهلي سبته، ما بتفرجش عليه في البيت مع اصحاب، لا بتفرج في قهوه بلدي في المهندسين مع الناس. الاهلي لما يجيب جون بحس ان دي حاجه بتفرحنا كلنا،
انا افتكر مره كنت بعمل محاضره في اسبانيا وكان حضرها 1000 واحد وكان في ماتش مهم جدا للاهلي. فيومها انا ما كنتش على بعضي، مش عارف اتكلم، خايف. ففي واحد مصري قلت له من فضلك لما الاهلي يجيب جون اكتب له ورقه اقول الاهلي جاب جون. فالاهلي جاب جون ولقيته جاء قدام وكتب الاهلي جاب جون. قمت موقف المحاضره وقلت للاسبان حكايه عشقي للنادي الاهلي وليه انا بحب النادي الاهلي، واتكلمت عن النادي الاهلي لمده 5 دقايق. وكان حاضر في المحاضره دي نائب رئيس نادي ريال مدريد، فلقيت كل الاسبان بيسقفوا لان احنا امام نادي عظيم زي اعظم نادي موجود في اوروبا كلها. حقيقه انا مش عايز اتكلم كتير، لكن عايز اقول لكم ان انا فرحان. وانا اتكلمت في مئويه النادي الاهلي قبل كده مع الكابتن حسن حمدي وابراهيم المعلم، وقلت لهم ان انا في اكتشافاتي طلعت برديه مكتوبه بالهيروغليفيه. البرديه ترجمناها بتقول ايه؟ بتقول ان كل الفراعنه كانوا اهلاويه. وبعدين في برديه تانيه طلعت من حوالي شهر مضاف عليها كلام الفراعنه حطوه وقالوا والاهلي نادي القرن واعظم نادي في الدنيا. وعشان الزملكاويه ما يزعلوش هقول ان الزملكاويه هم اللي بنوا الهرم الاكبر، فيبقى احنا متساويين مع بعض وبنحب بعض. انا الحقيقه مش عارف اقول لكم سعدت قد ايه ان انا شايف الحاجه العظيمه قدامي دي. وانا يعني بشكركم تاني مره تانيه وبقول لكم انتوا بتفرحونا دايما بالانتصارات الجميله العظيمه اللي مسجله في التاريخ. عشان كده انا بعتقد ان التاريخ هيسجل ان الاهلي عنده دلوقتي استاد عظيم رائع فيه كل العظمه وكل التكنولوجيا. مره تانيه اشكركم وكل سنه وانتم طيبين. شكرا جزيلا للدكتور زاهي حواس، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا. ومجرد وجود حضرتك معانا في احتفاليه النهارده دليل اضافي على تاريخيه اللحظات اللي احنا بنعيشها، وهي بالفعل لحظات تاريخيه. احنا النهارده بنحتفل احنا وكل حضراتكم، كل محبي وكل عشاق هذا الكيان المحترم نادي الاهلي العريق بكل تاريخه المضيء والمشرف. بنحتفل معاكم النهارده بافتتاح استاد الاهلي، حلم كبير وبيبتدي يتحقق، هو اول ملعب رسمي للنادي الاهلي. يعني نقدر نقول ان هو بدايه لحلم اكبر واشمل، حلم انشاء استاد خاص بالكامل بالنادي الاهلي. طبعا بنتوجه بالشكر بالاصاله عن انفسنا وبالنيابه عن كل القائمين على النادي الاهلي، بالشكر لكل مؤسسات الدوله. الحقيقه تعاون مثمر ومحترم جدا الحقيقه بين كافه مؤسسات الدوله وبين النادي الاهلي وعلى كل الاصعده وعلى كل المستويات، وكل ده طبعا بطبيعه الحال لصالح مصر ولصالح الرياضه المصريه. التعاون ده اسفر عن حصول النادي الاهلي على حق انتفاع استاد السلام اللي اصبح استاد الاهلي وي السلام. الشركة الراعية للنادي الاهلي شركة وي الحقيقة عندها طموحات كبيرة جدا 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 مع النادي الاهلي، حملت على عاتقها تطوير ملحوظ في كثير من الجوانب تخص النادي الاهلي وايضا تخص جمهور النادي الاهلي. واكيد حضراتكم تابعتم معانا من ايام التطوير الكبير اللي حصل في قناه النادي الاهلي، اللي بنتمنى تكون حضراتكم مستمتعين بكل لحظه اثناء متابعتكم ليها. ده ملعب الاهلي، ملعبنا اللي هنلعب عليه كل ماتشاتنا محليه وافريقيه، اكيد هيكون ملعب كمان فريق الانتاج الحربي. وزي ما انتم عارفين ان علاقه الاهلي دايما ممتده مع كل الانديه، وكمان الاهلي دايما داعم لكل منتخبات مصر. فالملعب ده تحت امر الفرق والمنتخبات طبعا بالاتفاق مع الاهلي وشركه الاداره. احتفاليه رائعه على ارض مدينه السلام وبحضور لفيف من الشخصيات الهامه. معاكم على الهواء عبر شاشه قناه الاهلي، بنستمتع كلنا بهذا الحدث المهم. زي ما قلنا هو حدث تاريخي. زي ما نهاوند قال بالفعل احنا النهارده متشرفين جدا بوجودنا ضمن مجموعه ولفيف من الشخصيات العامه ونجوم في كل يعني المجالات اللي حضراتكم ممكن تتخيلوها. انتوا طبعا عارفين كويس قوي جمهور وعشاق النادي الاهلي منتشرين في كل مكان، مش في مصر ده في العالم كله، سواء من المصريين المقيمين في الخارج او حتى من العرب من عشاق هذا الكيان
العريق، وزي ما قلنا في تعاون مثمر بين النادي الاهلي وبين كافه مؤسسات الدوله، عشان كده العلاقه بين الاهلي ووزاره الشباب والرياضه الحقيقه دايما بتشهد يعني تعاون رائع ومميز. واسمحوا لنا نتوقف الان مع كلمه السيد الاستاذ الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة يعني أود أن أعبر عن امتناني وشعوري يعني بالسعادة أن احنا موجودين النهاردة في ظل حدث جديد شوية، حدث كبير. دايما كنا بنقول احنا في نيمينج رايت وفي بي او تي وفي مصطلحات كده كتيرة كنا بنتمنى أن هي تكون موجودة. دايما كنا بندفع الجانب الاقتصادي والاستفادة من منتج كرة القدم ومنتج الرياضة. في الحقيقة يمكن النهاردة اتحقق هذا الموضوع وهذا المصطلح كبير، فعندنا نيمينج للستاديوم أو تسمية للسادات، عندنا حقوق اسمية بقت موجودة، عندنا كمان حق انتفاع، عندنا تطوير منشأ زي الدكتور زاهف الحقيقة ما ذكر. الحقيقة دي كلها إضافة قيمة، إضافة كبيرة في ظل دفعة قوية جدا 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 للرياضة في مصر والمنشآت اللي يعني عمرنا ما شفنا هذا التطوير بهذا الحجم، في ظل الدفعة القوية من القيادة السياسية الحكومة المصرية لكل شيء في الرياضة المصرية. يعني عن نفسي كوزير الشباب والرياضة تقدم الشكر والتقدير مجلس إدارة النادي الأهلي المحترم بقيادة الكابتن محمود الخطيب، وبشكر كل اللي موجودين، لكن أيضا مش هنسى أن أنا أشكر إحدى الشركات الوطنية اللي أضيفت لهذا القطاع الرياضي الكبير، شركة السادات، للحقيقة مساندتها في التطوير الكبير سواء في المشروع القومي للاستادات في مصر او اليوم اللي احنا بنشوفه، لانه في تعبير بالغ الاهميه كبير، اداره احداث رياضيه، اداره حدث. احنا شايفين حتى مفهوم وشكل افتتاح ودقه تنظيمه كمان. فيعني ان شاء الله يكون هذا الصرح الكبير اضافه كبيره، ملم ومتابع من فترات طويله. وفعلا شفت بيان النادي الاهلي قال الاستاد موجود بيخدم الرياضه المصريه، بيخدم جميع الفرق او الفرق، ده شيء مهم جدا جدا. وباكد تاني يمكن احنا من النص الاخير من التسعينات بدات هذه الظاهره في اوروبا، وبدات كمان بعض الدول يمكن العربيه تاخد هذه الحقوق لاحد الاستادات الكبيره اللي احنا نيمينج ذا ستاديوم او نيمينج رايتس، حقوق السادات او الحقوق الاسميه. لكن هنا في اضافه كبيره جدا. انا بأبارك هذا الحدث، بأبارك هذا الافتتاح، بأبارك هذه الاضافه. ان شاء الله يكون في تطور على طول، اضافه للكره المصريه اللي دايما كل يوم بنقول احنا بنتباهى بفرقنا، بنتباهى بمنتخباتنا، بنتباهى بالكره المصريه. واكيد حدث النهارده تاكدوا تماما مش بس بيبث للمصريين لكن بيبث في العالم كله، فده تأكيد على دور المحوري للرياضة المصرية والدور الكبير جدا اللي بتقوم بيه الأندية. ألف مبروك للنادي الأهلي، ألف مبروك لمجلس الإدارة المحترم. شكرا والسلام عليكم. شكرا سيادة الوزير، ومبروك علينا جميعا. أكيد نادي وقناة وجمهور، شكرا لك يا فندم. احتفالية اليوم بتشهد شراكة حقيقية بين الأهلي وشركة وي، ولسه كمان المفاجآت قادمة. شركة وي بتبذل جهد واضح وبتوفر إمكانيات كتيرة جدا لتحقيق أحلام جماهير الأهلي. الشركة اللي واقفة مع النادي الأهلي ومع جماهيره العظيمة، وأخذت كمان على عاتقها إسعاد الجمهور.
الجمهور الوفي. مش بس حطت اسمها على تيشرت الأهلي في تعاون رائع، لا كمان شاركت وبتشارك في تطوير قناة الأهلي. كمان وفرت ملعب الأهلي في كل وسائل الراحة للجماهير وحطت خطط كتيرة جدا وكبيرة لإسعاد الجميع. لسه برضو هنستنى منهم الكتير في الفترة القادمة إن شاء الله، بس دلوقتي خلينا نروح لكلمة المهندس محمد أبو طالب النائب التجاري للشركة المصرية للاتصالات وي. شكراً يا هوندي، انت لخصتي اللي أنا كنت عاوز أقوله صراحة. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، السيدات والسادة الحضور الكرام، بداية أنا أحب يعني مجلس إدارة نادي الأهلي واللاعبين وجماهير القلعة الحمراء وشركة استادات على إطلاق استاد الأهلي وي السلام، واللي بيأكد شراكتنا العملاقة والناجحة بإذن الله مع النادي الأهلي. قلناها في كذا مؤتمر إن الرعاية مش مجرد علامة على قميص نادي الأهلي، واختيارنا لشعار وي معاك يا أهلي والحملة اللي كنا عاملينها والشعار اللي عاملينه بتأكد الشراكة دي، وده نابع من استراتيجية الشركة تبعتها من أول بداية الشراكة، ومستمرين إن شاء الله في تنفيذها، وإن شاء الله مستمرين في المفاجآت. شركة استادات عارفة إحنا محضرين إيه في الفترة الجاية إن شاء الله، وإن إحنا نبقى بجد ورا النادي الأهلي في حاجات فعالة وحاجات تعجب الجمهور والنادي الأهلي. ورعايتنا للنادي الأهلي بشكل خاص ورعاية الكرة المصرية بشكل عام بنعتبرها هي الرعاية الأهم في تاريخ شركة عريقة وقديمة زي المصرية للاتصالات، ومن خلال دورنا إن شاء الله ده هنقدر نقدم قيمة مضافة للكرة المصرية والرياضة المصرية والنادي الأهلي إن شاء الله. مرة تانية أبارك على الحفل الجميل ده وأشكر شركة استادات وألف مبروك للنادي الأهلي. شكراً.